السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: مخططات طائفية تقودها الميليشيات لتغيير ديموغرافية ديالى. مشاهدينا، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. يقتلونهن، جهال يقتلونها، الشياب يقتلونها، الجامع حرقوه هو القرآن مالته. حرامي هذولا، كل شيء ما خلو علينا، نهبونا، ذهبنا، فلوسنا، كل شيء ما خلو علينا. كتنونا الله وكيه كتنونا. عمره سنتين طفل يقتلوا يذبح بالمشروع مالوي. ما خلوهم طرق الثياب، كل شيء ماكو، حتى ثيابنا حرقوهن وعبينا. هسه من العالم هاي انطونا كفيلك الله هذه العبيه والفوطه وانطونا العالم. وشاربكم وشارب كل طيب، اللي يلعب بامن هاي المحافظات ويلعب باستقرارها الا اكسر طاقه. الا اكسر طاقه. وشاربكم وشارب كل طيب، اللي يلعب بامن هاي المحافظات ويلعب باستقرارها الا اكسر طاقه. الا اكسر طاقه. كل الشرطة، كل القوات موجودة وهم أقبالهم ويضربون بالقرية وهم يدحشون علينا. يابا أنتوا عايش جاي العالم. أكو واحد يقتل مريض نايم، كسر الزي صار له سنة ونايم، يزون عليه يقتلونه. يعني أبشع الطرق، حرق، قتل، سلب، يعني تفليش للمنازل، نزوح للعوائل. حرقوا بيوتنا، حرقوا سياراتنا، كتلوا ولدنا، كل شيء ما خلوا علينا. يعني تجرف البساتين، حرق البساتين ما خلت، اعدامات ميدانيه. ضابط يتوسل بي يوم عود، عفوا يتوسل بي، يتوسل لا يخاف من ضابط، لا يخاف من الشرطي، كيف شايل شلابه ويفتر على ساعتي يفشش بالطياره تاع المود يحرق. وشاربكم وشارب كل طيب، اللي يلعب بأمن هاي المحافظات ويلعب باستقرارها إلا أكسر طاقة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. لقطات مؤلمة جدا حقيقة التي شاهدناها الآن وشاهدتموها حضراتكم، تبين حجم الجريمة الموجودة في ديالى. طبعا مشاهدينا، شهد العراق منذ احتلاله محاولات حثيثة لإشعال البلد وزجه نحو الحروب الأهلية والصراعات الطائفية بين مكونات الشعب الواحد. منها ما نجح وحقق لهذه الميليشيات والأحزاب أهدافها بتفتيت النسيج المجتمعي، ومنها ما باء بالفشل بسبب تنامي الوعي لدى أغلب العراقيين وإدراكهم أن هذه المحاولات ما هي إلا أجندات خبيثة تسعى لإضعافهم لكي تقوى الأحزاب الطائفية وميليشياتها. لعل ثورة تشرين خير دليل على محاربة الأفكار الطائفية والفتن التي تسعى الأحزاب دائما لإثارتها، سعيا منها للبقاء أكثر في الحكم، واعتقادا منها أن هذه الورقة هي الملاذ الأخير للتحشيد طبعا بالنسبة لهذه الميليشيات. ما حدث في قرى قضاء المقدادية بمحافظة ديالى مشاهدينا الكرام من قتل وتهجير على يد الميليشيات الطائفية هو مثال حي على هذه المحاولات المستمرة. فبعد أن أعلنت حكومة الخضراء أن قرية الرشاد تعرضت إلى هجوم من داعش راح ضحيته عدد من الأبرياء، قامت الميليشيات وبدعم حكومي بالهجوم على قرية نهر الإمام وقرى أخرى وارتكاب مجزرة فيها وتهجير أهلها بالكامل، ثم سرقة بيوتهم وحرق بعضها، مروجين أن هذه الهجمة تدخل ضمن دائرة الثأر العشائري.
لكن محللين ومراقبين للوضع في محافظة ديالى يقولون إنها مكاسب سياسية ومساعي للتغيير الديموغرافي وأيضا لضرب مكونات المجتمع ببعضها، وبالتالي تعاد الطائفية فتخدم هذه الأحزاب. هذا ما تسعى إليه هذه الميليشيات الطائفية وعملية تجريد محافظات عراقية ومدن داخل هذه المحافظات من هويتها الحقيقية عن طريق تهجير السكان والإتيان بمجنسين بإيرانيين بجنسيات أخرى لتوطينهم في هذه المحافظات، وبالتالي تغيير ديموغرافية مناطق كاملة في العراق. جرف الصخر مثال طبعا على التغيير الديموغرافي. مناطق أخرى من ضمنها قرى المقدادية اليوم نرى بأنها معرضة لتغيير ديموغرافي واضح مفضوح، وتواطؤ حكومي أيضا مكشوف أمام الجميع. لدينا مجموعة من المقاطع عرضت خلال الأسبوع، لكن كما تعلمون البرنامج أسبوعي وبالتالي نعرض أبرز الأحداث التي جرت فيه. لدينا مقاطع تم تداولها بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت عمليات الحرق والتدمير التي قامت بها الميليشيات لممتلكات المدنيين في قرى قضاء المقدادية بمحافظة ديالى. لنشاهد. طيب، هذه لقطات مصورة كما تابعتم. نتابع لقطات أخرى وثقت عن طريق كاميرات أجهزة الهواتف المنتسبين في الجيش، في الجيش الحكومي، وهم يوثقون ما الذي حدث في قرى قضاء المقدادية وعمليات الحرق التي طالت منازل المواطنين. لنشاهد. قرية بأكملها حرقوها بيؤتها بسيارتها فعلوها المعلم حتى ما لحقت تلبس هدومها وتطلع. طبعا كانت هذه اللقطات من قرية الهارونية في قضاء المقدادية، خالية تماما من سكانها، بيوت كثيرة تم حرقها عن طريق هذه الميليشيات، وأمام أنظار القوات الحكومية. الجيش كان اللي يصور ويوثق اللحظات هذه، وكما استمعتم في بداية البرنامج كان هناك استنجاد من الأهالي، من أهالي قرى المقدادية بالقوات الحكومية، لكن بعضها قال ما نقدر نتدخل، والبعض الآخر كان مشاركا في الانتهاكات التي حصلت للمدنيين. نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم مشاهدينا الكرام للإجابة على مجموعة من التساؤلات، يعني من ضمنها في ظل الانتهاكات الأخيرة التي تشهدها قرى في محافظة ديالى، هل يعي العراقيون خطورة الفتن الطائفية التي تسعى هذه الميليشيات لإشعالها في العراق مرة أخرى؟ وأيضا يعني لماذا تستمر هذه الحكومات بالحديث عن حماية العراقيين من الأخطار الخارجية وفي نفس الوقت هي تكون مساهمة في انتهاكات بشعة تتم أو تنفذ ضد العراقيين؟ السيد محمود من الموصل تفضل، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله تفضل. تادي ظلت 11 الساعة بالعراق، والله أنا قلت لكم إياها بالصيف والعام قلت لكم إياها. هذا منفذ حدودي قواعد إيرانية وحرس ثوري. من ديالى إلى مناطق جرف الصخر هذه صار الساعة، والله حتى يتجرى ما يقدر يسويها.
رئيس وزراء ورئيس جمهورية عندهم ذوق والله ما حد عليهم ما يستحون. لو عندهم ذوق ما يروحون يبدون ثاني نهار الجيش ما يقدرون ما يروح يبدونهم ثاني نهار كان قالهم دي احنا المواطن ما نقعد هنا. هذا ما يعتبر إرهاب برأيك سيد محمود؟ نعم ما يعتبر هذا شكل من أشكال الإرهاب اللي صار بقرى قضاء المقدادية اللي نفذتها الميليشيات؟ والله شلون لعبوا بينا بالموصل والتكريت وبالرمادي هذول سايدين هالقاد أقسم بالله لا يطبق جيش من إيران منزل حدودي أمانة الله يرفع الصخر لعن عاملوا والعملوه إيه هنا أزحوا بالطائرات 11 واحد جابوهم من السجن عشان فرد واحد الله الشيء كان قبلها بيوم وثاني يوم بدلهم بدل القطاعات كلها قال ما يحمل المواطن لا يظل هنا بس كلهم الرفق قام 40 يوم صار منهم لا ربابة عزيز البعير عجاية قسامي أقول ما لهم مقعدين هنا. وصلت فكرتك سيد محمود أشكر حضرتك للمشاركة. جاسم من بغداد تفضل يا جاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أخوي؟ حياك الله أهلا وسهلا. أنا موضوعي خارج عن موضوع الحلقة يعني المقدادية ما المقدادية. طيب أنا حسمع منك موضوعك بس أريد منك أيضا تنطيني تعليق على موضوعنا اليوم على الأقل نكون أيضا استفادينا منك تفضل. الله يزيد فضلك رحمة الله وليك. الله يسلم. أنا قبل يومين نعم عندنا معتقلين 8 أشخاص. 8 أشخاص في الناصرية في ذي قار. نعم في ذي قار صعدوا محكمة وعدهم جميع الدلائل بقراءاتهم وأكثريتهم هم منتسبين وطلاب كليات. نعم قادوا للمحكمة عندهم كتاب من محكمة التمييز بإعادة المحاكم والتحقيق محاكم وتحقيق صعدت للمحكمة التمييز ورجعت صعدوا نعم للمحكمة الإقرار وثمانيتهم وهم كلهم مواليد 97 95 وثمانيتهم انحكموا بالإعدام يعني شنقاً حتى الموت بالإعدام. إذا كان أكو إثباتات براءة على أي أساس استندت المحكمة؟ عدنا كل الإثباتات. على أي أساس استندت على أي أساس استندت المحكمة إذا كانت هناك إثباتات براءة؟ ما أعرف يعني حتى تفاجأنا بالقرار مفاجئ القرار مفاجئ جداً يعني عدنا كتب براءتهم وحتى هنا أكو كتب موجودة أفعال ميتة اعترافاتهم ميتة قبل سنتين وجبنا شهادة الوفاة وجبنا صحة صدورهم وحطيناها دمجناها ويا القضية مالتهم وما انتبه عليها ولا أخذ بها القاضي قبل حكمهم إعدام. إذا أكو قاضي وقضية إذا أكو محامي المحامي شي يقول؟ المحامي يعني طلع احنا حاطين أكثر من محامي طلع مدنج راسه ويهز براسه يعني كل الدلالة قدمها بأن تثبت براءتهم هم كلهم طلاب كليات ومنتسبين. شنو السبب يعني الرئيسي شنو السبب الرئيسي اللي أدى إلى اعتقالهم وإلى حكمهم بهذه الطريقة؟ شنو السبب؟ مخبر سري بال 2013 بال 2016 مخبر سري من 2013 وصار لهم 9 سنين. نعم احنا نحاول وبعنا العدنا والما عدنا ما خلينا لا سيارات لا قيعان ما عدنا بعنا العدنا والما عدنا وخلينا عليهم واخر شيء يحكمهم اعدام شنقا يعني هلا هذا الله يرضى به هل عبادة هل الحكومة هل القضاء اكو قضاء عادل يعني هل يرضى بهاي 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 الامور يعني يقبلون بهاي الامور وكتب رسمية بان تثبت براءتهم اللي كان في الدوام واللي كان راقد مستشفى واللي كان اكو يعني عالم معترفين عليها وهي ميتة. طيب يعني ميتة ومعترفين عليها بان هم وياهم بهاي العملية. سيد جاسم أنا أعلم حقيقة المشكلة اللي حضرتك تطرحها وأعلم تأثرك بيها لكن حقيقة يعني مثل ما سمعت حضرتك في البداية اليوم الموضوع عن ما يجري في قرى قضاء المقدادية بدياله. طبعا موضوع القضاء اللي حضرتك تفضلت به جزء من موضوعنا اليوم قضاء صامت على انتهاكات ترتكب ضد عراقيين إن كانوا في السجون معتقلين بتهم
مخبر سري، وشاية كيدية، دوافع انتقامية غيرها. وأكو انتهاكات تتم ضد عراقيين وتهجيرهم وترحيلهم. اليوم الميليشيات هي المسيطرة، دخلت على قرى ديالة حرقتها، هجرت الناس، قتلت أطفال، اعتدت على نساء. وين القانون عن ذولة؟ يا أخي العزيز احنا مشكلتنا كبيرة. احنا نطلب من سياسينا، يعني احنا نطلب من نوابنا بس وقت الانتخابات يجون انتخبونا واحنا واقفينكم، وتعالوا وانتخبونا ووقفونا واحنا نقفلكم بالصغيرة والكبيرة، وتالي يعفونا ويطلعون. يعني ما دا نعرف احنا، يعني باعوا ضمائرهم، هل من نتوجه. نعم، بس قناتكم الكريمة هي المنبر الوحيد اللي يطالب بصوتنا ومظلومتنا. الله يسلمك، دورنا هذا يا جاسم، دورنا ان شاء الله. هل من نتوجه. يعني اتمنى اشخاص ابرياء لا حول ولا قوه الا بالله، كلهم عمام وقرايب، اتمنى اشخاص وعدهم مواليد 97 و95 ينحكمون هيك جرم وعدهم دلائل تثبت بين براءتهم. هذا صوتنا، نريد نوصل صوتنا للعالم كله، خلي يسمع العالم كله، خلي يسمع صوتنا. يعني احنا تدمرنا، بعنا العدنا والما عدنا، وخلينا يعني الأكلة حطر علينا. نعم. اللبسة حطر علينا، بعنا العدنا والما عدنا، صار 9 سنين ونطلب براءتهم، وتالي متالي هيك القاضي يباوع، يعني كل الدلائل قدامه، مقدمة قدامه كل الدلائل، يحكمهم بالإعدام شنقاً. طيب سيد جاسم، يعني أشكر حضرتك، وصلت رسالتك ووصل صوتك ومناشدتك وأيضا مشكلتك. يعني إن شاء الله لمن يهمه الأمر أو من لديه القدرة على فهم حقيقة الأمور في العراق، هذه قضية من القضايا طبعا التي يعاني منها المواطن العراقي بشكل شبه يومي في الداخل، بسبب فساد القضاء، فساد قضاة، تأثيرات. وكما قال هادي العامري، ابن أم الميت هدد اليوم داخل المؤسسة القضائية، هذا اعتراف زعيم ميليشيا موجود. الحديث اليوم مشاهدينا، حتى خاف البعض أنه اعتقد أنه الموضوع مختلف، اليوم الموضوع نكمل في قضية الانتهاكات التي تتعرض لها قرى قضاء المقدادية في محافظة ديالى، عمليات تهجير واسعة، قرى خالية تماما من ساكنيها، قتل، إعدامات ميدانية، حرق للمنازل وسرقة ممتلكاتها عن طريق الميليشيات الطائفية التي تتذرع بحماية الأعراض وحماية المدن العراقية، وهي التي تنتهك هذه الحرمات، وهي التي تعتدي على الناس وترتكب هذه الانتهاكات أمام أنظار القوات الحكومية. أبو علي من قضاء المدائن، تفضل يا أبو علي. السيد أبو علي، حياك الله، عيون أسمعك. الله يسلمك، تفضل، حياك الله، أهلا وسهلا. يلا بحيك أخوي العزيز. ملاحظة. أي. أريد دور الحلبوس سوانا بهاي الانتهاكات اللي جاي يصير. سمعت الفيديو اللي انعرض في بداية الحلقة، قال أكسر ظهره، هذا لما قبل الانتخابات. أي. أكسر ظهره اللي يتعرض لأمن محافظاتنا، وين؟ والله يا أستاذ العزيز، أكبر خونة هم السياسيين السنة، هم اللي باعوا المحافظات السنية. نعم، احنا ان شاء الله ماكو فرق سنة وشيعة، كلتنا عراق واحد. صحيح يا أستاذ، هم اللي دمروا. نعم، هم لا ديون إلى إيران. نعم، ماكو واحد شريف يطلع بهاي الحكومة ويقول هاي المناطق السنية ليش صار بيها، بالغربية، بديالة، بمغرب. نعم. في قضاء المدائن، ليش شيء؟ نعم. يا أخي هم كلهم عملاء. نعم، قال جريمة ينعدن على الشعب العراقي. تعتقد يا أبو علي الشرفة. تعتقد يا أبو علي أنه اليوم الشعب العراقي أصبح واعيا للمخططات الطائفية اللي تقودها الميليشيات وهاي الأحزاب، لما تضعف بسبب فشلها، بسبب فسادها أو خسارتها هاي الانتخابات المزورة مثلا، تحاول تخلق صراع طائفي، تحاول توقع الناس ببعضها؟ تعتقد أن العراقيين اليوم بعد 18 سنة وصلوا إلى مرحلة من الإدراك والوعي أنه هذه ألاعيب ميليشياوية لتدمير البلد، أنه إشعال الفتنة الطائفية مرة ثانية؟ لا إن شاء الله ما تصير. الشعب العراقي واعي ومثقف وعرف هاي العملية السياسية مؤامرة من قبل إيران وقبل أمريكا. نعم، والله البلد العراق بلد الخير، بلد النخوة، بلد الغيرة. نعم،
اليوم اليوم الله خطارجي علي من مدينة الصدر في قضاء المدان. نعم. حكيت وياه سؤالي قلت له شو قال هاي مخطط قال احزاب قال فشلوا وفشلوا بالعملية السياسية. نعم. شنو اللي يردون يسوونه؟ يسوون في دياله يسوون بالمدائن يسوون ببغداد بس هي الشعب افتهم استاذ العزيز. نعم. الشعب افتهم هاي يعني هم فشلوا بالعراق شنو اللي يسوونه؟ يقام يسوون هاي التخريبات هنا وهنا. نعم. وحي الشعب العراقي من الشمال الى الجنوب. اشكرك ابو علي من قضاء المدائن. السيد ابو حسين من كربلاء تفضل يا ابو حسين. الجرائم اللي ارتكبوها اعظم من جرائم صدام بالاف المرات. عرفت ولا لا؟ نعم. يعني هاي داعش هو من اللي جابه؟ من التامر للجيش تعال انسحب وكذا. زين احنا المظلومين احنا يعني بالجيش من 2003 لحد الان ضباط الاحتياط كنا 80 دوره ما لها اسم بالمحاربين. نعم. ولا لها اي شيء. عرفت لا حقوق. نعم. عامه راحت البلاد تاعها حدوده ونفطه وموارده وخيراته كلها راحت من اجل من؟ ليش ما ضحينا احنا مخرجين ما تعبانين يعني ذولا اللي كانوا كلهم مخوش اوادم بس هم مخوش اوادم. سيد ابو حسين سؤال لحضرتك. هاي الميليشيات فضل. هاي الميليشيات تعاير العراقيين وذلهم انه احنا حمينا مدنكم ومحافظاتكم. لما اليوم نشوف لما اليوم نشوف اللي دي يصير بقرى قضاء المقدادية بمحافظة ديالى اعتداء على النساء اولا على النساء اولا هاي الجملة اللي دوخوا اللي صدعوا العراقيين بها حماية الاعراض قتل الاطفال قتل المقعدين يعني مقعدين لانه ما قدروا يطلعون من البيت قتلوهم. ذولا حماة اعراض ذولا مقاومة لا دولة لا مقاومة ولا جهات كفائي ولا لهم علاقة بكل الإسلام دولة دولة داعش بوجه ثاني يعني هم المفسدين وداعش وأحزابهم عملة واحدة أصبحوا بالعراق يعني. نعم. عرفت؟ نعم. يعني أنت شلون هسه الدولار العراقي صرفه بكل العالم هو دولار أمريكي يعني دولة ايه. أصبحوا مثل الدولار الأمريكي معروفة سياستهم داخل العراق كلها وخارجه. نعم. ولا أن يعني شنو مصلحة العراق مين شنو فائدة العراق. نعم. شنو هم المنجزات ثورتهم اللي جونا ديها شنو؟ تفخيخ وتهجير وقتل وحرق مؤسسات وكتل. نعم. وضوائف وداعشية ونهب ومال عامة. نعم. ودعونا بتهم محررين وخلصونا من صدام ومن أفكار البعث. لا والله. نعم. أفكار البعث اللي حاكمة بثمان دول أفضل بوقت البعث يتتوام ذلك كلهم. طيب سيد أبو حسين أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة. كنت معنا من كربلاء. هاشم من السماوة تفضل يا هاشم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل ما مارسوه الطغاة والمفسدين من الميليشيات هاي جرائم حرب. نعم. وعلى رأسها ميليشيات اللي تدفع إلى هذا العمري. نعم. هذا الشخص المجرم الحرب الطاغية وهذه كلها بسببه هو وبسبب مقتل الصدر زعيم التمرد وزعيم المتمردين نفس الوقت. نعم. كل هذه الأسباب اللي حدثت في قضاء المقدارية وأقضية أخرى كانت بسبب هؤلاء المفسدين وهؤلاء الطغاة. نعم. جلالة هذول مصيرهم تدمير البلد وبالكامل. يعني هسه ما شاهدناه وما شاهدناه من البطالة من نقص الخدمات ومن قضايا أخرى كانت كلها بسبب هؤلاء الطغاة المفسدين. نعم. جلالة من إي والله من زعيم ميليشيات اللي تدفع هذا العملي هو زعيم التمرد وزعيم المتمردين بالكامل وجماعة وكل عناصره المتمردة هذه. نعم. والله المذهبية قالوا لا أضاف إلى عناصر اللي تجمع من شاف التيار الصدري. نعم. وحتى رجال الدين رجال الفساد المتعاونين على ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الأبرياء في جالة وفي. نعم. محافظات أخرى. جاء من ناحية أخرى الاغتيالات اللي أطالت المتظاهرين والناكبين. من 2019 حتى يومنا هذا إلا بسبب هؤلاء المتمردين إلا بسبب هؤلاء الطغاة هؤلاء. نعم. الأنجاز أي والله وعلى رأسها زعيم التمرد هذا العامري وزعيم التمرد مقتل الصدر. والسلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا جزيلا سيد هاشم من السماوة. مشاهدينا الكرام عندنا مقطع خلينا نشوفه مع حضراتكم لنازحي قرية نهر الإمام قضاء المقدادية.
يتكلمون عن تعرضهم لعمليات قتل واعتداءات مختلفة على يد الميليشيات انتهت بحرق منازلهم وتدمير وسرقة ممتلكاتهم وتهجيرهم خارج قراهم. لنشاهد. مروانة جو علي ابن بنتك، قلت لهم ما عنده هاي صغيرة، وخذوا تفكتي وخذوا سدوتي وحرقوا بيوتي، أربع بيوت حرقوهن بنهر الإمام، وما خلوا علينا، ودفتني متفقق هسه كم انتوا جنت جال عندي اني قلت لهم بنت باكر تقتلونها، وقم تعي قلت عيوني ما انا حبيت من يوم عبد مجي خلص الجهالي والله العظيم، وكل يوم دمروا الشيخ، والشيخ هسه يشتغل قلب على باتري، دمروا الشيخ وهذا الشيخ والعشيرة المهدية كلها دمروها، ايش من شيات وجانا ماكو عين، هوايشنا راحت وبيوتنا راح، ولو تيق الشاي من بيته ما ظل كل احترقوا سماد وهالشيء يطلع لكم كشف، دمرونا دمار، احرقوا بيوتنا، قتلوا ولدنا، خذوا حلالنا، كل شيء ما ظلدنا ظلدنا يا عيال، طلعنا بلط والله يابا ما ندري ليه بالليل جونا ما نعرف شنو. مشاهدينا الكرام نستمع الآن إلى رأي السيدة أم عمار من ديالة، تفضل يا أم عمار. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. عيني يا أبا شلونك، عيني أنت. الله يسلمك أم عمار، حياك الله. هلا عيني أنت. نص صوت التلفزيون سيدة أم عمار لو سمحتي، اسمعيني من نصيب. أستاذ أنا عندي ابني معتقل. نعم. معتقل من 2007. وهم أصلي واعترافات منا بنكره أستاذ. نعم. هو صقر وعمليات عنده من 2006 هو اندعم على طريق كركوك. اي والمخبر السري بلغ علي المخبر السري. نعم. وسجنوه هنا بن خالص بدياله وكتنوه واخذوا اعترافات منه بالاكراه. نعم. وطمع 2011 المحكم دياله افراد. نعم. اخلاصه به والاوراق كلها موجوده عندي. نعم. استاذ عيني وحولوه ونقذوا الدعوه عليه من بغداد وحكموه وحكموه مؤبدين وردوا جاء تشديد علي، وانا ما عندي احد وما اعرف. نعم. وما اعرف امشي وراء ابني وراح جوا الرجلين، اسم الله عليك. عيني. نعم. انت استاذ. نعم. وهسه بالناصريه لا مواجهه وصدق ومريض وفرده استاذ. نعم. شلون ما ادري يحكمون اعدام، ظلم استاذ، عنده حتى تقرير طبي. نعم. الاوراق كلها موجوده وطلع من دياله الكبرى. نعم. محكمه دياله الكبرى منها افراد الخوات زين. نعم. استاذ عيني واريد شلون يعني شلون الحل استاذ فدوى. سيده معمار اشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركه، ونتمنى ان شاء الله صوتك يوصل. وحقيقة نحن نطرح القضايا لكن للأسف الشديد يعني هذا واقع مؤلم وحقيقة مرة يعني، بس لكن الجميع يعلم بها في العراق أنه هذا البلد بلد فاشل بكل مقوماته، فاسد، والقضاء الموجود في العراق قضاء محطم مثل ما وصفته Human Rights Watch، مثل ما وصفته الأمم المتحدة، فاسد وفاشل حقيقة. القضايا هاي للناس اللي يتحدثون بيها ومشاكلهم من مؤلم جدا بالنسبة لنا أنه نعجز عن تقديم حلول، لكن نبقى إن شاء الله وسيلة مساعدة بشكل أو بآخر نطرح هذه القضايا، والاستمرار بالضغط على هذه الحكومة الفاسدة راعية الميليشيات اللي دا تقتل الناس ودا تهجرهم ودا تعتقلهم وتغيبهم وتحكمهم بالباطل بدوافع كثيرة. فإن شاء الله نكون أو تكون قناة الرافدين وسيلة من وسائل مساعدة العراقيين على الخلاص من هذه الحكومات. أبو عراق من الفلوجة تفضل، حياك الله. السلام عليكم أخوي أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وحيي قناتكم هاي الفرقة الشريفة العصيبة. الله يبارك فيك. أحيي الشعب العراقي، أحيي حب إلى الشعب العراقي. الله يسلمك. الموضوع كالآتي، نجي رجعون على المربع الأول، مربع الطائفية، بس إن شاء الله ما يقدرون، يعني هذا الشعب أستاذ. نعم. محمد إذا سمحت. أي تفضل. صار عنده وعي. نعم. صار عنده وعي كامل، يعني أثبتت لنا وعي الشعب
بالنسبة للانتخابات نعم هاي اللي جاي يسوون هسه اولا فشلهم بالانتخابات استاذ محمد نعم ورادوا شلون يشوفون غليلهم فان شاء الله احنا امنا بالله كبير وامنا بهذا الشعب ان شاء الله الشعب المثقف نعم تاريخه مو اليوم تاريخ العراق استاذ محمد نعم حتى لو ايش ما يسوون بس اني اثبت لك من خلال قناتكم اثبت لك هذا الشعب وعلى الله عرف الصح من الغلط عرف نعم. من اللي يفيده عرف من اللي يضره نعم فان شاء الله ما يقدرون استاذ محمد هاي تنطفي ان شاء الله نار نعم. تنطفي ان شاء الله ما تطول حيل الله ما تطول ان شاء الله سيد ابو عراق اي تفضل فهم رادوا يشتغلون على الوتر الطائفي طيب سؤال لحضرتك هذه الافعال مو ارهاب ما تعتبر انتهاكات مثل ما سوى داعش ما تعتبر عمليات ارهابية حرق البيوت وتهجير الناس وقتل واعدامات ميدانية هذا مو ارهاب استاذ محمد هو وين أربعة إرهاب لعد عليهم وين مادة أربعة إرهاب وين هذا القانون اللي المفروض يطبق على الجميع وين عن هذه الميليشيات اللي دا تسوي مثل ما دا يسوي داعش وفي بعض الأحيان تكون أكثر إجراما وينها عن وين القانون عن هذه الميليشيات استاذ محمد بالنسبة احنا كبالعراق لا تقول لي اكو قانون واكو حكومات تقدر السيطرة على الوضع نعم لان هاي عصابات استاذ محمد اذا نعم. سمحت لي هاي عصابات والعصابات ما لحالها اذا ما اكو تقوية من الحكومة لها ما تجي الحالة نعم ولا انت بالله عليك يعني يفوتون يقتلون ورا ما يقتلون يجتاحون البساتين يحرقون نعم. يرد مرة ثانية يسرق حلال الناس أي. عمي داعش ما سوى هيجي هم عنقص من داعش دول طيب بس احنا ان شاء الله ارجع واقول لك ان شاء الله املنا كبير بالله ان شاء الله تنتهي هاي طيب شكرا جزيلا ابو عراق من الفلوجة اشكر حضرتك للمشاركة تقرير لهيومن رايتس ووتش ودائما نذكر بهذه المعلومة مشاهدينا الكرام التي صدرت عن او من منظمة حقوقية دولية معنية بحقوق الإنسان ولديها مكانتها ولديها وسائلها ومصادرها في جلب المعلومات والأخبار وطبعا لن تصل إلى هذه الشهرة وإلى هذه الإمكانيات لولا مصداقيتها تحدثت عن الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات وارتكبها داعش في العراق وقالت بأنه هذه الميليشيات ارتكبت انتهاكات ترقى إلى ما ارتكبه داعش من حجم الإجرام وحجم هذه الانتهاكات التي وصل بعضها إلى جرائم حرب صنفت وبالتالي يعني هذه الميليشيات اليوم يتساءل المواطن ويتساءل كثيرون حقيقة داخل وخارج العراق عن الأسباب التي يتوقف فيها قانون أربعة إرهاب عن العمل أمام هذه الانتهاكات ويعمل في مواضع أخرى ويعمل على أشخاص آخرين يعمل على متظاهرين يعمل على أبناء المحافظات المنكوبة يعمل على من يخالف هذه الحكومة بالرأي لكن لا يعمل على هذه الميليشيات التي تفعل من الإرهاب ما تفعل في العراق مهدي من الطارمية تفضل حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أخوي بخصوص دليمة زيالة أي أنت جاي تقول هسه الميليشيات مش أي. من هم يعني بالضبط ما تعرف منو الميليشيات اليوم بالعراق؟ لا ما نعرف احنا اذا عندك مو تعرفهم؟ طبعا لا تعرف كل من يحمل السلاح خارج اطار الدوله اليوم بالعراق هو ميليشيا منو موجودين انت برايك يحملون السلاح؟ شلون؟ منو اللي اليوم يحملون السلاح خارج اطار الدوله؟ اي مو ضافهم القوات المسلحه؟ يعني انت تعرفهم؟ انت ها؟ يعني انت تعرف انا يعني من اقصد اكو واحد ما يعرف العراق شوف سيد مهدي نقطه سريعه حتى بس نكون متفقين بالدستور الدستور الحالي اللي تمشي عليه كل الاحزاب وكل الحكومات الماده التاسعه بالدستور الفقره ب شو تقول يحظر تشكيل
أي فصيل مسلح يحمل السلاح خارج إطار الدولة. بمعنى أنه اليوم إذا اليوم أي واحد يرفع سلاحه يصبح باطل وجوده باطل، بعدين الحكومة تقوم تشرع أن هذا الموضوع هاي لعبة، لكن هو وجوده من الأساس هو غير شرعي وفق هذا الدستور. فأني هذا اللي نقصده. بعدين اتركنا من هذا الموضوع، اليوم اللي دي يصير في قرى قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، عرضنا لحضرتك مقاطع وأكيد شاهدت مقاطع هواية، نساء أطفال تهجروا من بيوتهم، اعتدوا عليهم، حرقوا بيوتهم، باقوا ممتلكاتهم. وين لعد حماية الأعراض؟ وين المقاومة؟ إذا هم ما بقوا للنساء العراقيات أي شيء، طردوهم من بيوتهم واعتدوا على كرامتهم وإهانات بالسب والشتائم وضرب، مريع عمرها 70-80 سنة يضربون يعتدون عليها، شنو ذولا؟ أقول لك أنا هسه منطقتي محافظ عليها، أنا كأهالي إذا محافظ عليها يقدر واحد يطبونها؟ شلون محافظ عليها؟ منو اللي يحمي لك إياها؟ تقول ميليشيات والله داعش والله داعش، أنا محافظ على منطقتي وما أحتضن الإرهاب وأحتضن غير الإرهاب. طيب إذا واحد يطبني؟ إذا طيب. واحد يجيني؟ ماشي لحظة، داعش بحسب الرواية الحكومية داعش دخلوا على قرية الرشاد. قرية الرشاد اللي المفروض تحميها هاي الميليشيات دخلت عليها داعش، تمام، وارتكبوا مجزرة راح بها أبرياء. ليش يضربون قرى ثانية؟ ليش هاي الميليشيات بدل ما توجه أسلحتها صوب داعش وتحمي العراقيين من خطره، ليش هي اللي تروح تحرق وتهدم وتهجر؟ يا حبيبي انت تقول الميليشيات يعني الميليشيات انت برايك يا حبيبي الميليشيات تقول انت ما قلت الميليشيات المسلحه والميليشيات المسلحه. هسه انا سالتك سؤال فهمتني بالسؤال، رابط وياي لو انت ما كنت موجود. اي رابط. انا سالتك اذا داعش طبوا على قريه الرشاد، شو عليها قريه نهر الامام وباقي القرى انه يدخلوها ويدمروها؟ شو عليها؟ يعني ما بها قتل، ما بها شلون؟ مو بها ضحايا؟ هسه مو قلت لك قرية الرشاد خلاص يعني افتهمنا انه دخلوا عليها داعش بحسب الحكومة وضربوها، ليش يدخلون الميليشيات والحكومة على قرى اخرى لضربها لتهجير سكانها؟ شنو ذنبهم؟ يعني انا هيش بطران اروح اضربهم شلون؟ يعني هيش وحادي غير اكو جهد استخبارات؟ شلون يعني؟ يعني شو هتاني منطقة ما بيها شيء اضربها ليش على غير اخر؟ هذه المناطق، هذه القرى كلها بمحافظة ديالى مسيطرة عليها ميليشيا بدر والقوات الحكومية، كل محافظة ديالى مسيطرة عليها الحكومة والميليشيات. لعد ليش الحكومة أعلنت النصر على داعش؟ لعد ليش هم موجودين وعندهم صرف من ميزانية الدولة العراقية بالمليارات تسليح وتجهيز؟ شنو دورهم إذا هم ما يقدرون يحمون قرية صغيرة ما يقدرون يحموها من داعش؟ شنو دورهم؟ حواضن يحضنهم. مين حواضن؟ ويوميا اكو تمشيط وعمليات استخباريه، مين اجت الحواضن؟ انا قلت لك والله انا قلت لك حواضن وبنفسهم يدرون هالمناطق يدرون. يعني انت تقول انه الطفل اللي عمره 3 سنوات اللي انقتل عن طريق هذه الميليشيات هذا يحمي هذا داعشي؟ عن طريق الميليشيات؟ شلون الميليشيات؟ أنت يبدو ما متابع. شكراً مهدي، شكراً. روح تابع وشوف النساء العراقيات شلون تكلمن، وخلينا نعرض لحضراتكم هسه المهدي وغير مهدي، خلينا نشوف مشاهدينا الكرام لقطات لنساء عراقيات تم الاعتداء عليهن من قبل هذه الميليشيات، من قبل اللي يبرر لهم مهدي وغيره أنه قابل أن يضربك بدون سبب. خلينا نسمع من قرى قرية أو قرى المقدادية شهود عيان تحدثوا عن الانتهاكات، خلينا نشوف. قاعدين لا ندري ولا نعلم، ما حسينا إلا الطق صار فوق روسنا، نريد نطلع ما نقدر. هذول كلهم شردوا الوليدات بالبستان، خلصناهم، شيتوا علينا راس الرادي أخذ هذا الوليد من عندي، ذبينا أرواحنا عليه، هاي ضربوها عليته وإلا ورمت ذيك بنتي فشخوها خلوها دمها يجري. هسان التخيل هذا ذراعي أزرق راسي مفشوخ علي الشمس وين إحنا لا ندري لا نعلم، وراح راسا حطوا النار بالبيت وطلعوا أنا دفرات حفاي لاعبي لا كل شيء لا
والقوات الأمنية كلها ما حد جانا، ما حد طب علينا، متواجدة على الشوارع ما حد طب. هذا خير شي طلعونا بالهمارات ذبونا على الشوارع. احنا نمشي وما يصيحون هو هاي اللي والفشار والفشار القلاط لا تقول بي هذا يعني حيل حيل عراقيات ليش يعني؟ لأن طلعنا هذا رادوا يقتلون الطفل اللي زمناه وذبينا روحنا عليه قام راد يقتلنا يبين ما قتلنا اللي زمنا بالأخماس يضرب بينا. دشوا علينا للبيت قتلونا، قتلوا بنتي بناتي قتلوا كنتي فشخوة أنا ضربوني خلوني أرم الداخل بيت متت شاني واحد مثل الجهل شاني وذبني بتشون وحطونا النوب جمعونا يرجون يرمونا أهواشي راحن بيت احترق مدين متين ثلاجات قرات ذهب فلوس فلوس 5 ملايين هواش سنين راح لي هجم بيتي ما ظل. هذه جزء من مشهد مؤلم كبير جدا شهدت قرى قضاء المقدادية في محافظة ديالى، مهدي وغيره اللي بررون لهذه الميليشيات. انظروا إلى آلام العراقيين، انظروا إلى هذه النساء كيف تعرضنا إلى انتهاكات بشعة من قبل هذه الميليشيات، إعدامات ميدانية للمقعدين للمقعدين اللي ما يقدرون يتحركون في هذه القرى اللي تم تهجيرهم منها، اللي ما يقدر يطلع كتلوه بمكانه وحرقوا بيوتهم وسرقوا ممتلكاتهم. عبد القادر من ديالى، تفضل يا عبد القادر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ احنا نحكي لك على الوضع الأمني بالمقدادية قاطع الهارونية. طيب. أستاذ يعني الريد الجهات الأمنية تقفلنا. أي. يعني من ناحية من أي طائفة تقفلنا للمواطن تسنده. القوات الأمنية. ماكو قوات الأمنية، ماكو قوات أمنية هنا بالقضاء المقدادية ماكو. نعم. احنا هذا اللي نطالب فيه. سيد عبد القادر، سيد عبد القادر استغل وجودك سريعا. حضرتك من احدى قرى قضاء المقدادية. ايه. مهدي يقول انتو معقول انه هاي الميليشيات الطب تضرب قرى وتحرقها وتهجر ناسها بدون سبب؟ ماكو شيء سبب. شنو السبب؟ شنو السبب اللي يخلي هاي الميليشيات تدخل تسوي هيك بمحافظة بمدنكم قراكم؟ كل من صارت عشائر عدو، كل من عدوه بين عيونه. طيب. إذا داعش طب للرشاد، أنتوا شعليكم؟ هي الداعش من يجي ما يشمل بيت فلان أو فلان، يشمل الكل. نعم. احنا اللي من 2013 2014 ندري داعش ما يرحم لا سني ولا شيعي. نعم. مو صحيح؟ انا سالتك هذا السؤال عبد القادر لانه هاي الميليشيات لها انصار مثل ما تعرف ويبرروا لهم جرائمهم وانتهاكاتهم. ذولا هم حماة الاعراض، هم ذولا حماة الاعراض اللي 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 دائما يجيبون هذا الطاري بحديثهم حمينا اعراض المحافظات. وهاي النساء اللي تعرضنا الى اعتداءات وانتهاكات واللي شبعن سب وفشار وغيره، اكو الحكي ما ينحكي كله. نعم. ايه وتعرف بس احنا نطالب بالجديد، نبدي ولد اليوم ولد باكر. اريد نصحح الخطا. شلون يتصحح هذا الخطا؟ نصحح الخطا. العشائر تتفق، الجهات الامنيه تحط ايدها، كل شيء يريدن يصير اكباريه. شلون حيصير هذا الموضوع واكو ميليشيات واقفه بالنص بينكم وتحاول تثير فتنه طائفيه توقع اهالي قريه الرشاد بغيرها بنهر الامام وغيرها من القرى؟ استاذ العزيز اي تفضل. اذا كل العشائر تقعد تتفق من جهات الامنيه وتصير تعهدات وتصير التزامات على كل من يزم منطقته، وهاي بعد شلون يصير خراعات امنيه؟ عبد القادر شنو دور الحكومه فيما حصل قاعد ورا الكرسي؟ اي ما كل تقول لي حكومه بالقضاء المقداديه شلع، ماكو حكومه منو اللي لازمها؟
لازم غير المحافظه والنواب والقيادات وهاي كلها. الناحيه الامنيه منو اللي بده يحمي هذه المناطق في قضاء المقداديه؟ يعني ما اقدر اشخص يعني ميليشيات لو الحكومه استاذ، يعني ما اقدر احكي لك لان الحكي يتطور ويصير اجراءات غير شيء. طيب يعني اكو جهه موجوده بدها تحمي المناطق هاي؟ كل شيء توقع. انا قصدي من السؤال، قصدي من السؤال لانه حتى الوقت انتهى، قصدي من السؤال سالتك يا عبد القادر انه هذه المناطق منو اللي يحميها؟ لان هو اللي يتحمل مسؤوليه كل ما يجري فيها من انتهاكات وغيره. غير الامنيه، الجهات الامنيه تقول لك من يصير اي شيء هاي اي تعرض يقول لك انا موجود، ما يجي يقفلك، ما حد يقفلك، يجيك ورا ساعتين ثلاثه اي ها شكو، يجي ياخذ اجراءات، تروح تطالب حقك ماكو، كاميرا طافيه مدري شنو. نعم وصلت وصلت فكرتك عبد القادر، اشكر حضرتك من ديالى من قضاء المقداديه. سمعتوا ابن مدينه واهل مكه ادرى بشعابها، وهم اللي كانوا بنص هذه المعمعه، والحكومه قاعده ورا الكراسي توثق الانتهاكات اللي دا تصير، تجي تسجل صار انحرق بيت، انقتل واحد وتروح. لكن هل تحاسب؟ لا طبعا، لانه اهل المنطقه يقولون استنجدنا بهم وقالوا ما نقدر نسوي لكم شيء. وهذا ملخص المشهد في العراق، الميليشيات هي التي تحكم، وهذه الحكومه باجهزتها الامنيه مجرد غطاء لهذه الميليشيات يحميها من المستقبل في حال لو حدثت مساءله، وايضا يحميها من اي اخطار اخرى قد تحصل لهذه الميليشيات. وصلت واياكم مشاهدينا الكرام الى ختام حلقتنا لهذا اليوم او لهذا الاسبوع. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.